محاضرات الفيديوية هواية، قالوا لي ست ليش قسمه وليش ضرب؟ نفسها هذه نفس هذه، القسمة شو تصير بالكسر؟ تنقلب إلى ضرب. بس من تنقلب إلى ضرب هاي شو تصير؟ بدل من دي اكس اوفر دي تي راح تصير دي تي اوفر دي اكس. انحذف هذا ويا هذا، اللي بقالي هو واي على اكس. ولازم تتأكدون بالأسئلة مع الصف الثالث الطرف الأيمن وحداته تساوي الطرف الأيسر. وانتوا إذا تذكرون المحاضرة مع البارحة، الوحدات تعتمد على الأس مع الواي وإكس. نعم. إذا هذه مشتقة أولى دي واي أوفر دي إكس، افترضوا إحنا دريد مشتقة ثانية دي تو واي أوفر دي إكس سكوير، إيش لح نسوي؟ ناخذ نشتق مشتقة ثانية للواي أوفر إكس دي واي أوفر دي إكس ونقسمها على دي إكس أوفر دي تي من هنا. فدي دي إكس يعني الدي واي أوفر دي إكس مشتقة ثانية على دي إكس أوفر دي تي، لح يصير هذا قانون. ناخذ أمثلة حتى تفهمون أكثر. لهنا مفهوم لو عندكم سؤال؟ نعم مفهوم. كلكم عيني؟ نعم. اللي ما مفتهمه خلي يقول لي حتى أعيده. بس نشوفه بالأمثلة حتى تفهموه أكثر. المثال اللي عندي find دي واي أوفر دي إكس، عندي الواي سكروت 1 ناقص تي سكوير جذر 1 ناقص تي سكوير، يعني الواي فانكشن المن هنا للتي، وعندي الاكس يساوي تي هم فانكشن للتي اللي رايده دي واي اوفر دي اكس. ابد لا تخجلون، اي واحد عنده سؤال يقول لي يسالني راسا. اللي رايده بالسؤال دي واي اوفر دي اكس، ايش قلنا احنا حسب هاي الملاحظه؟ شنوجد؟ نوجد دي واي اوفر دي تي من هنا، ونوجد دي اكس اوفر دي تي من هنا، ونقسم هذا على هذا. هسه دي واي اوفر دي تي ايش راح يساوي وياي انتو؟ احنا عندنا واحد سكروت يعني جذر واحد ناقص تي سكوير، ما مكتوب طبعا هنا بالحل، اذا تريدون كتبوه. الحل راح يساوي جذر واحد ناقص تي سكوير مشتقتها هي شنو؟ نصف في واحد ناقصا تي تربيع أس ناقص نصف ناقصا اثنين تي. شلون وجدت المشتقة؟ إن في يو أس إن ناقص واحد دي يو أوفر دي إن، اللي أخذناها الملاحظة رقم 7 بالملاحظات مال الدفرنشيال أول محاضرة، يعني أول جزء من المحاضرة كان إن في يو أس إن ناقص واحد في دي يو أوفر دي تي. الان شنيه؟ نصف سكروت جذر. اليو هو شنوه؟ واحد ناقص تي سكوير. ان ناقص واحد هو شنوه؟ نصف ناقص واحد يعني ناقص نصف. في مشتقة داخل القوس هي شنيه؟ ناقصا ينتي دي اكس اوفر دي تي من هنا ايش راح يساوي لي؟ واحد. واحد نقسم هذا على هذا، فمن تقسمون ايش راح يصير عندي؟ النصف ويا الاثنين راحت، بقالي بس تي هذا المقدار، هياتها تي في واحد ناقصا تي. هاي طبعا بيها خطا، تكتبون جوابها يطلع لا والله صحيح، ناقصا تي في واحد ناقصا تي تربيع بس ناقص نصف بالمحاضره موجود صحيح يعني. مفهوم هذا السؤال اللي وجدته دي واي اوفر دي تي كلش صار. انا قسمت مشتقه الدي واي اوفر دي تي على مشتقة الدي اكس اوفر دي تي. ممتاز، هذا اول مثال وكلش سهل. المثال الثاني find دي 2y اوفر دي اكس سكوير، رايد مشتقة ثانية نعطيني الواي يساوي واحد ناقصا تي تكعيب، العفو تي ناقصا تي تكعيب، ونعطيني الاكس تي ناقصا تي تربيع، ايش رايد؟ دي واي اوفر دي اكس مشتقة أولى ومشتقة ثانية دي 2y over dx سكوير. هو اللي رايدة بس دي 2y over dx سكوير، بس أنا ما أقدر أوجده إلا أوجد dy over dx، يعني المشتقة يعني الأولى بالنسبة للx. مثل ما قال محمد، أول شيء شو نسوي؟ نوجد dy over dt من هنا، ونوجد من هنا dx over dt، نقسم المشتقة هذه على المشتقة هذه. هنا أنا رأسا نعطين جواب، بس إحنا رح نحله سوية. كتبوا إذا تريدون كتبوا على محاضراتكم. هسه بالبداية نريد دي واي اوفر دي تي، ايش راح يساوي لي دي واي اوفر دي تي من هنا؟ واحد ناقصا ثلاثة تي تربيع، صح؟ ومن هنا
دي اكس اوفر دي تي ايش راح يصير؟ واحد ناقصا اثنين تي. فاذا المشتقه الاولى اللي هي دي واي اوفر دي اكس شو تساوي؟ هذا على هذا هياته واحد ناقصا ثلاثة تي تربيع على واحد ناقصا اثنين تي تربيع. بس هنا الحل مضبوط وكلكم فاهمين. نريد نوجد المشتقة الثانية. المشتقة الثانية حسب هذا القانون الفوق شو تساوي لي؟ المشتقة الأولى تقسيم دي اكس اوفر دي تي. فلازم نوجد المشتقة مال الواي. هاي نشتقها مرة ثانية. حتى اشتقها مرة ثانية قانون مالتها المقام في مشتقة البسط ناقص المقام تربيع واحد ناقصا اثنين تي تربيع. في مشتقة البسط في المقام ناقصا البسط في مشتقة المقام. زين دكتورة هو احنا هذا تي ناقصا تي تربيع اذا نشتقها مو يصير واحد ناقصا اثنين تي تربيع اثنين تي فقط ناقصا ثلاثة تي تربيع هياته موجود بالبسط باعوا بالبسط هذا البسط اي المقام ايش قد المقام؟ المقام من هنا واحد ناقصا اثنين تي واحد ناقصا اثنين تي هي اي فقط اثنين تي مو تربيع انت قبل شوي قلت هي تربيع لا 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 واحد ناقصا ثلاثة تي تربيع على واحد ناقصا اثنين تي اثنين تي فقط اي هس لا انا قلت لك تربيع اذا هذا نشتقه مره ثانيه ايش راح يصير؟ المقام تربيع نعم مشتقه البسط في المقام ناقصا البسط في مشتقة المقام. هسه خطوة خطوة حتى تكتبوها وياي. واحد ناقصا اثنين تي تربيع هذا المقام خلوه بالمقام. مشتقة البسط شنية ناقصا ستة تي ثلاثة في اثنين ستة تي ناقصا ثلاثة في اثنين لأن هو تي تربيع شنو مشتقتها اثنين تي بالناقص ثلاثة لح يصير ناقصا ستة تي هذا منه مشتقة البسط نضربها في منه في المقام واحد ناقصا اثنين تي أعيدها حتى أشتق هذا مرة ثانية هذا متكون من بسط ومن مقام المقام تربيع واحد ناقصا اثنين تي بين قوسين تربيع هاي خليناها بالمقام يجي على البسط مشتقة البسط شنية ناقصا ثلاثة في اثنين في تي لأنه تي تربيع مشتقتها تي اثنين تي فاثنين في ثلاثة تصير ناقصا ستة تي في منه في المقام واحد ناقصا اثنين تي ناقصا الخطوة الوراها ناقصا البسط النزلة مثل ما هو واحد ناقصا ثلاثة تي تربيع في مشتقة المقام شنية مشتقة المقام انتوا قولوا لي مشتقة المقام واحد ناقصا اثنين تي تربيع سالب اثنين سالب اثنين ليش مشتقة الواحد صفر ناقصا اثنين تي شنو مشتقتها؟ ناقصا اثنين ناقص اثنين فناقصا اثنين في هذا المقدار هذه نفكها لح تطلع لي معادلة المعادلة كتبوها إذا تحبون حتى تشيكوها واحدكم تصير ناقصا ستة تي زائدا 12 تي تربيع زائدا اثنين ناقصا ستة تي تربيع وكلها موجودة بالمحاضرة الفيديوية شرحتها خطوة خطوة على المقام تربيع طلع لي لح يطلع لي هذا الناتج أنا لازم شو أقسمه أقسمه على دي إكس أوفر دي تي شنو هي دي إكس أوفر دي تي واحد ناقصا اثنين تي الخطوة الأخيرة هذه فصار عندي واحد ناقصا اثنين تي تكعيب هذا الناتج ما اللي سويناه المقام تربيع البسط في مشتقة المقام ناقصا المقام في مشتقة البسط على المقام تربيع لاحظوا أكو تربيع حتى نحصل مشتقة ثانية حسب هذا القانون نقسمه لازم مرة تلخ على دي اكس اوفر دي تي الدي اكس اوفر دي تي هي من هنا واحد ناقصا اثنين تي قسمنا طلع لي جواب أعيد السؤال بالسؤال عندي رايد مشتقة ثانية مشتقة ثانية وأني ناطيني بالسؤال قيمة الواي يساوي تي ناقصا تي تكعيب مشتقة الاكس T ناقصا T تربيع رايد D2Y over DX square حتى أوجد D2Y over DX square لازم أوجد DY over DX وقسمها مرة لوخ DY over DX أشتقها وقسمها على DX over DT مفهوم عيني؟ فهسه بالبداية شون أوجد DY over DX إيش قلنا؟ أطلع DY over DT مثل ما قالنا محمد وأطلع DX over DT أقسم هاي المشتقة على هاي المشتقة طلع لي هذا الجواب dy over dt هي شنية مشتقة t شنو
واحد ناقصاً تي تكعيب، شنو مشتقتها؟ ناقصاً ثلاثة تي تربيع، هي واحد ناقصاً ثلاثة تي تربيع هذا البسط. تقسيم المقام مشتقة التي واحد بالنسبة للإكس، ناقصاً تي تربيع شنو مشتقتها؟ ناقصاً اثنين تي، واحد ناقصاً اثنين تي. هسه أنا هذه أشتقها مرة ثانية، ليش؟ لأنه أنا رايدة دي تو واي أوفر دي إكس سكوير. شلون أشتقها؟ المقام تربيع، المشتقة البسط في المقام ناقصاً مش البسط في مشتقة المقام، يطلع لنا هذا الجواب. أنا رديت لكم بصورة تفصيلية كتبتوها يمكم، بس يطلع لنا هذا الجواب. هذا شيء يمثل لي، يمثل لي دي 2y over دي تي سكوير، دي 2y لأنه دي واي فتحة بالنسبة للتي. هسه شو أريد أني؟ أريد هذا دي 2y over دي اكس سكوير أقسمه على من؟ حسب القانون هذا أقسمه على دي اكس over دي تي، طلع لي هذا الجواب. افتهمتوا السؤال؟ نعم نعم دكتور. لا ما أريد بسم الله لكم محمد البقية، رجاء أردكم كلكم تشاركون. طلاب إنتوا فهمنا عاشت إيدكم، إنتوا أهم شيء الفيديوهات اللي عندكم الصغيرة اللي هي سؤال سؤال شارحتها والمحاضرة بقكم، وبعدين أنشرهم. بس أريد أرتبهم لأن ما أعرف مخربطات، فأريد أجمعهم كلهم فيديو واحد حتى أنشرهم، يعني كلش مفيدة. عاشت إيدك محمد، يعني أنت درجتك طبعا الطلاب يعذروني كلهم، محمد وميلاك لهم درجة خاصة بالسعيد. شكرا يعني شكرا يعني دكتور. لأنه شكرا دكتورة. وإن شاء الله أني ما قصر ويا الكل، الكل نفس الشيء أسوي لهم، بس أطلب من عندكم طلب واحد رجاء عن المتابعة، وأني كلش على كيفي. الأسبوع الجاي ولا محاضرة أنزل أبد، بس إذا تريدون، إذا تريدون أنزل لكم أسئلة خارجية محلولة تفيدكم أني برأيي، بس إذا تشوفوها صعبة ما تريدون ما لازم. ناس تمارد لا تهمنا، وأنا أصلا كنت مسوي الأشياء من يمي. عاشت إيدك. إحنا هسه وصلنا للهومورك، صار عندنا ثلاث هوموركات أعتقد، هاي أريدها من عندكم حتى أنطيكم درجة، لأنه ترى أنتم مالتكم الجوجل كلاس روم كلها مطلعة عليه، يعني كلهم مطلعين عليه، لازم تشاركون بكل شيء. فبالهوموركات هذه إحنا اتفقنا من البداية النقل ما يخدمكم، درجة مال الساعة من 30 أو من 40 ما أعرف إيش قد، إن شاء الله كلكم عالية. اللي ما يغش وما ينقل واحد من الاخر مصلحته، فالهوموركات اللي تقدروا له انتوا راح تحلوها كلها، كتابه خطكم الايد رصاص كلها، نقول لي صور لها ودزوها حتى اخليكم درجه عليها هوموركات، لانه ما عندنا هوموركات بالبيت يعني قاعه. تعال جوجل كلاس لا على جوجل ماذا؟ على جوجل، على جوجل كلاس روم حتى تكون لكم دوكيمنت يعني مهمه. فعندنا هسه هذا الهومورك، إيش رايد؟ رايد دي 2y over دي x سكوير، الواي هي شنية؟ 2 تي، والاكس هي شنية؟ 3 ناقصا 3 تي وزائد مع 2 هي ناقص. شلح نوجد؟ نوجد دي y over دي تي ونوجد دي x over دي تي ونقسم هذا على هذا، بعدين الناتج نشتقه مرة ثانية، نتيجة الاشتقاق نقسم على دي x over دي تي. أعيد، نوجد دي y over دي تي جيد 2 و دي اكس اوفر دي تي جيد ناقصاً 3 نقسم 3 نوت نوجد مشتقة ثانية إله، ايش راح يكون هو هذا على هذا؟ 2 على ناقصاً 3 جيد، يعني مشتقته صفر، صفر مشتقته الثابت صفر، يطلع لنا هذا جوابه صفر. ست حليتي ست، خلينا الثاني خلي احنا نحلها حتى نجرب بيه. عافيه يلا من يعني نشتق وبعدين نخلي بسط مقام، لو بسط مقام وراه نشتق، تشتق بالنسبه للواي وتشتق بالنسبه للاكس وتقسم مشتقه الواي على مشتقه الاكس، هاي طلعت مشتقه هو ما رايد مشتقه ولا رايد مشتقه ثانيه، فش نسوي اذا مشتقه ثانيه؟ نشتق الناتج مره ثانيه بالنسبه للتي، وبعدين نقسم على دي اكس اوفر دي تي. من أنا هذا القانون موجود عندكم، شوفوا حتى يصير كلش سهل عليكم. هذا القانون D2Y over DX square يساوي D مشتقة ثانية للY على DX، DY تربيع على DX تقسيم DX over DT. DX over DT كلكم عندكم موجودة، فبس لازم نحصل المشتقة الثانية للY. هسه هنا
انت قلتوا هذا نجربون بيه منو يحله؟ لا خليه على جوجل كلاس روم ننشر الحل مالته. اوكي هذا هو عاشتي هسه هذا عندكم من ضمن الهوم ورك هذا الحل بس هذا من ضمن الهوم ورك. اوكي عندنا موضوع جديد هسه كملنا الانبسيت فانكشن. الانبسيت فانكشن الداله الضمنيه كلكم تعرفونها ماخذيها صف سادس مو الداله الضمنيه لو لا هذه الصفحه مالتها عندكم بالمحاضرات صفحه 51 implicit function الداله الضمنيه. ايش نقصد بالداله الضمنيه؟ الداله الضمنيه بين الواي وبين الاكس من نوجد مشتقته. نحن نوجد مشتقه الواي نوجد مشتقه الاكس اخذناها قبل وبعدين نقسم دي واي اوفر دي اكس ولازم دكتوره بس قبل نعم دكتوره بس قبل لا ندخل بالموضوع اكو بالشيت اللي انطيتينا اياه بنطينا قيمه تي يعني بالتشيرول انا موضوع التشيرول عندنا امثله ينطينا وياها قيمه التي هاي قيمه التي شو تنعوضها هاي اخر خطوه بالاخير مو لحق طالعين مثلا رايد تي يساوي 2 اخير خطوه راح يطلع لي دي 2 واي اوفر دي اكس سكوير اوف دي واي اوفر دي اكس هي فانكشن للتايم تخليني التي بيها وطلع لي الجواب ست بس اكو بال يعني مثال بالشيت اللي انطيتنا اياه حال كل داله على حده وبعدين معوض يعني معوض التي بيها ما نخليها مثل شلون ما انت حليتي قصدك الاسئله مال المحلوله اللي انطيت اياكم اي اي لا يعني شلون نعتمد على طريقتك وعلى طريقتك يعني بين هو حال كل واحد على حده لا 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 هذيك الطريقه مو صحيحه مو انا ايش قلت لك هذيك جمعت الاسئله بحالة صار الامتحان شامل الأقسام كلها والله كان كلش تعب علي جمعت الأسئلة مال الميكانيك ومال المدني لأنه أكثر قسمين مؤثرين على الهندسة وقسمنا إحنا ثلاث أقسام كلش مهمين فالميكانيك والمدني هاي طريقتهم بس هاي الطريقة كلش خاطئة الطريقة الصحيحة أنه تحلين أنت باي تايم وبعدين تعوضين فهمتي ماما على طريقتي يعني الناتج النهائي هو تعوضين قيمة قيست لين هو معوض كل داله مشتقها ومعوض التي واحد بعدين داله الاكس مشتقها ومعوض التي واحد اي مو انا هسه بس دا اقرا المحاضرات قلت بعدين ارجع لكم للاسئله واقول لكم ملاحظاتي عليها بس انت هسه همزين عاشت ايدك قلتينا الطريقه مثل ما انا قلت لين بس هو هذا المثال اللي يختلف بس هو هذا اللي يختلف والبقيه كلها نفس يعني ماشي عليها صحيح عفي عليك شكرا جزيلا هسه الامبلسنت فانكشن الامبلسنت فانكشن هي داله اعتيادية بس اكو انتراكشن بين الواي والاكس بقية الدوال كلها كانت الواي دالة خطية وهي فانكشن للاكس ماكو انتراكشن بين الاكس والواي لاحظوا مثال إلها واي تربيع الواي تربيع هنا دالة خطية لو لا مو خطية ليش؟ لأن الواي أسها شقيت 2 احنا شقلنا للدالة الخطية لازم الواي والاكس أسها شقيت 1 تذكروني اللاين هنا الواي تربيع لان لينير الاكس والواي دي يدخل انتراكشن والاكس تربيع نونلينير فهذه الداله ما ممكن اني اخلي احنا من نحل دي واي اوفر دي اكس نخلي الواي بجهه والاكس بجهه ونشتق دي واي اوفر دي اكس الطرف الايمن ونشتق دي واي اوفر دي اكس الطرف الثاني هنا اثنيناتهم اكو انتراكشن بيناتهم ما اقدر افصلهم يعني ما اقدر اخلي الواي بجهه والاكس بجهه واشتق فنحن نشتق ضمنيا الحل فالطريقه تكون عادية تشتقون كل حد مثل ما هو مثلاً الواي تربيع شنو مشتقتها؟ 2y 2y دي واي على دي اكس ليش خلينا دي واي اوفر دي اكس؟ لأنه احنا دريد دي واي اوفر دي اكس الواي هي فانكشن للاكس لأنه الواي هي فانكشن للاكس فكل واي من نشتقها نخلي بصفها دي واي اوفر دي اكس يجي على هذا 5 اكس واي هاي متكون من شنو 5 ثابت ينزل متكون من x و y حاصل ضرب دالتين الاول المشتق الثاني زائدا الثاني مشتقه الاول مفهوم فنيجي مشتقه الاول نزلناه 5 x الخمسه نزلت والx نفسه مشتقه الواي شنو واحد في منو قلنا دي واي اوفر دي اكس كل واي مشتقتها شنو نخليه بصفها دي واي اوفر دي اكس هذه غلطه الطلاب بس يكتبوا لي 5x وفي واحد ما يخلون dy over dx زائدا 5
ينزل الثاني في مشتقة الأول. مشتقة الأول هنا شنو؟ واحد. بس تسألوني ليش ما خلينا على دي اكس؟ دي اكس على دي اكس هاي بيها في دي اكس على دي اكس واحد. أعيدها لو فهمتوها. الأول في مشتقة الثاني زائدا الثاني نزل في مشتقة الأول. مشتقة الأول شنو هو؟ اكس مشتقتها واحد في دي اكس على دي اكس ما كتبناها. ناقص الخمسة الثابت يتوزع على اكس والواي. الخمسة تنزله نزله خارج باوع. نزل انت حتى تحله بصورة اسهل. نزل الخمسة الثابت ينزل وافتح قوس الاول في مشتقة الثاني زائد الثاني في مشتقة الاول وتبدأ القوس. وبعدين اتأخروا خمسة على القوس. خمسة على القوس ناقصا ستة اكس تربيع هي شنية؟ اثنين في ستة 12 مشتقة الاكس تربيع تصير اكسس واحد يساوي صفر. هو اللي وراها تسوون العوامل المشتركة دي واي اوفر دي اكس هذه عامل مشترك. شنو مالتهم المشتركين؟ اثنين واي زائد خمسة اكس زائدا خمسة واي ناقصا اثنين 12 اكس. هذا يروح لها الطرف فيصير 12 اكس ناقص خمسة واي على اثنين واي زائد خمسة اكس. اعيدة الدالة تكون اكو انتراكشن بين الاكس والواي والواي يكون نان لينير. هذا نصيح لامبليسنت فانكشن طريقة الحل مالتها. نحل كل حد على حدة نشتق الواي تربيع ونشتق الخمسة اكس واي ونشتق الستة اكس تربيع. غلطة الطلاب وين تكون؟ من يشتقون الواي ما يخلون دي واي اوفر دي اكس. انا دائما من اشتق الواي اخلي بصفها دي واي اوفر دي اكس. ليش خليت دي واي اوفر دي اكس ماما؟ لانه الواي فانكشن للاكس. بس من اشتق الاكس خب ما خلي دي اكس اوفر دي اكس هي واحد. مفهوم عيني؟ نعم. هسه نروح على الاكزامبل الثاني شوية اعقد. find the second derivative يريد المشتقة الثانية of the function 2 x تكعيب زائدا 3 y تربيع يساوي صفر. هاي شنية؟ ابتسم 2 x تربيع شنو مشتقتها؟ x تكعيب عفوا هي 6 x تربيع 3 في 2 6 والx تكعيب شنو مشتقتها؟ تربيع الصير. نجي على هذا 3 y تربيع شنو مشتقتها؟ 2 في 3 6 6 واي على دي 1 لازم هنا شو نخليه؟ دي واي دي اكس هي اتخلينا دي واي اوفر دي اكس. نحلها دي واي اوفر دي اكس شو يساوي؟ ايش راح يساوي دي واي اوفر دي اكس؟ يساوي 6 ويا 6 راحت بالقسم على 6 يساوي اكس تربيع على واي. هذه منو؟ الأولى. هسه إذا ردنا المشتقة الثانية لازم هاي شو نسوي؟ نشتقها مرة ثانية. شلون نشتقها؟ متكونة من بسط ومتكونة من مقام. المقام تربيع هاي كتبوها الخطوة ماكو يمكم يساوي المقام في مقام تربيع في مشتقة البسط. شنو هي مشتقة البسط؟ 2x 2x في منو؟ في المقام يعني حيصير 2x في y ناقصا ناقصا البسط اكس تربيع. مشتقة المقام شنو؟ من يقول لي مو ملاك من يقول غيرها؟ دي واي على دي اكس. دي واي على دي اكس منو انت؟ زهراء خضير. هلا زهراء ممتاز. دي واي على دي اكس فايش راح يصير؟ البسط البسط راح يصير 2 اكس واي ناقصا اكس تربيع اوفر دي اكس على واي تربيع. الواي تربيع هاي شنو هي؟ هاي المقام تربيع. هسه عندي دي واي اوفر دي اكس بالبسط مال مشتقه الواي. دي واي اوفر دي اكس من هنا شي يساوي؟ شي يساوي من هاي الخطوه اللي تشوفوها؟ اكس تربيع على واي. اكس تربيع على عوضها اكس تربيع على واي تعوضون اكس تربيع على واي وتحلوها للمعادله يطلع لكم هذا الجواب. اعيدها السؤال اعيده. عندي هذا السؤال احنا نريد نحله نشوف الواي تربيع نان لينير لانه واي تربيع فلازم نحله بالامبليسيت فانكشن. شنو الامبليسيت فانكشن؟ نحل كل حد كل مشتقه على كل طرف على مشتقته. مشتقه 2 اكس تكعيب شو تصير؟ مشتقه الاكس تربيع تكعيب هي 3 اكس تربيع 3 في 2 6 فراح يصير 6 تربيع العفو ناقصا 6 هذه واي
قلنا كل واي شو نخليه بصفها دي واي اوفر دي اكس يساوي الصفر، هي عتا يساوي الصفر. دي واي اوفر دي اكس نقسم الطرفين على الوسطين، يعني حيصير 6 اكس تربيع على 6 ويا 6 راحت يصير اكس تربيع على واي. اريد مشتقه ثانيه، مشتقه ثانيه ايش راح تساوي لي؟ المقام تربيع مشتقه البسط 2 اكس في واي ناقصا البسط اكس تربيع في مشتقه المقام واي، مشتقه المقام واي واحد بس لازم اضربها في دي واي اوفر دي اكس. مكان الدي واي اوفر دي اكس اللي طلعت لي اكتب ما يساويها بهذه المعادله وحلها تطلع لي هاي القيمه، والحل تفصيلي موجود بالفيديو. ساعدنا مثال هاي اسفه عندي هذا المثال. Show that the point 2.4 lies on the curve. Curve x تربيع x تكعيب زائد y تكعيب ناقص 9xy equals 0. أول شرط يقول بين إنه هاي النقطة 2.4 تنتمي لهذا المنحني. حتى أبين هاي النقطة تنتمي للمنحني لازم شنو؟ لازم تحققه. الاثنين هو منه؟ هو الx، والأربعة هو منه؟ هو الy. أخلي 2 تكعيب زائداً 4 تكعيب ناقصاً 9 في 2 في 4، نشوف الطرف الأيمن يساوي الطرف الأيسر يساوي 0. إذن النقطة 2.4 تنتمي لهذا المنحني. هاي مفهومة لو أعيدها؟ مفهومة مفهومة نعوض تعوضون 2.4 مكان الـ X والـ Y. ثاني جزء بالسؤال then find the tangent and the normal of the curve. رايد المماس والعمودي، tangent المماس والنورمال العمودي على المماس. احنا كنا ندري من اوجه التانجنت اسئله شو اسوي اخذناه من ذاك الاسبوع من دي واي على دي اكس اوجد المشتقه الاولى. اسفه هاي ديتا ديوك مزين عندي مزين بس حتى اوجد المشتقه الاولى أنا شنو عندي؟ X تكعيب. شنو مشتقة الـ X تكعيب؟ 3X تربيع. ممتاز. زائداً 3Y تربيع دي Y على DX. ليش خلينا دي Y over DX؟ لأنه عندي Y. مفهوم؟ ناقصاً. نعم. 9 خارج قوس. XY. الأول في مشتقة الثاني. مش الأول الثاني هو Y. شنو مشتقته دي Y زائد دي Y على DX. زائداً مشتقة الـ X واحد في الثاني. هاي كلها تساوي صفر. حطلع دي واي اوفر دي اكس من هاي المعادله كلش سهله. اخذ العوامل المشتركه 3 واي تربيع وهنا عندي ناقصا 9 اكس 3 واي تربيع يطلع بسهوله كلها. قسمنا طبعا على 3 حتى هاي 9 9 على 3 يبقى لي بس 3 يساوي طلعنا دي واي اوفر دي اكس. احنا شو نريد؟ نريد التانجنت. وهذا شنو؟ هذا طلع لي الميل مال الميل مال اي مماس باي نقطه على الكيرف. هذا شيء يمثل لي ميل المماس باي نقطه على الكيرف. يعني احنا عندنا بالكيرف اللي هو المنحني مالتنا اللي هو اكس تكعيب زائد واي تكعيب ناقص 9 اكس واي ما لا نهايه من المماسات. ليش؟ لانه يعني اكو هذا هو الكيرف. انتم رسم مقال ما مطلوب منكم، ما لا نهايه من النقاط اكو هنا. كل نقطه هنا نقطه لها مماس، هنا نقطه لها مماس، ما لا نهايه من النقاط لها مماسات. هو ايش رايد؟ رايد المماس بالنقطه 2.4 فاعوض 2.4 بالمعادله مال الميل. هاي دي واي اوفر دي اكس شو يمثل لي؟ يمثل لي الميل. أعوض النقطة 4.4 بهاي المماس، يعني مكان الواي شو خليه؟ إيه 4 4 مكان الإكس شو خليه؟ 2 فيصير 3 في 4 ناقصا 2 تربيع على 4 وياي 4 تربيع اي 4 تربيع ناقصا 3 في 2 طلعنا طلع لي قيمه المماس. ايش قد طلعت لي هنا بالجواب؟ 4 على 5.
هذا الميل مال من؟ مال التانجنت. صار عندي ميل ميل ونقطة 2 4. أقدر أوجد معادلة المستقيم بالمحاضرات مال البداية؟ يس نعم. من نعم. ميل ونقطة شو أطبق يا قانون؟ y2 ناقصاً y1 يساوي m x2 ناقصاً x1. أو تطبقون من الميل والسلوب لح نطلع الانترسبت. انتوا بكيفكم أحرار شو تريدون تطبقون يا قانون؟ يطلع لي هذا منه معادلة التانجنت. أعيدها، معادلة التانجنت مين طلعناها؟ من النقطة 2 4 والميل 4 على 5. أما أطبق ميل ونقطة، من الميل والنقطة أوجد الانترسبت، يعني هو يساوي mx زائد b، رح تطلع لي معادلة المستقيم. أو أطبق y2 y2 ناقص 4 يساوي m 4 على 5 x2 ناقص 2. كيفكم أنتوا؟ يطلع لي هاي معادلة التانجنت. هسه معادلة النورمال، النورمال هو شنو؟ هو العمودي على التانجنت. هذا التانجنت المماس، النورمال هو العمودي. شلون أوجد معادلة النورمال؟ عندي الميل مالته شلح يكون؟ هذا 4 على 5. المستقيم العمودي شلح يكون ميله؟ ناقصاً 5 على 4. 5 على 4 يعني هو ناقصاً 1 على M. طبقنا ميل ونقطة نفس النقطة 2 و 4 والميل الجديد طلعت لي هاي معادلة منو؟ النورمال. هنا أنا ربطنا بين من؟ ربطنا بين محاضرات الكورس الأول ومحاضرات، يعني قصدي المحاضرات الأولى اللي أخذناها مال لاين ويا هذه. ليش تجي الأفكار مال السؤال؟ أعيد للسؤال بالبداية، إيش رايد بالسؤال؟ قايل النقطة 2 4 تنتمي للكيرف. سوينا عوضنا 2 اللي هي X والواي هو 4، عوضناه بالكيرف، شفنا الطرف الأيمن يساوي الطرف الأيسر. بعدين إيش رايد هو بالسؤال؟ رايد معادلة التانجنت ومعادلة النورمال. حتى أوجد معادلة التانجنت ومعادلة النورمال أوجد الميل. الميل شلون أوجده؟ أخذ المشتقة للكيرف، مشتقة الكيرف أعوض بها النقطة 2 4 رح يطلع لي الميل، طلع لي 4 على 5. هذا ميل التانجنت. عندي 4 على 5 وعندي النقطة 2 4، أوجد من عندها معادلة التانجنت، معادلة المستقيم. إذا النورمال العمودي الميل أقلبه، 4 على 5 أقلبها تصير ناقص 5 على 4، ناقص 5 على 4 والنقطة 2 4 أطلع من عندها معادلة النورمال. لهنا مفهوم عيني؟ نعم. إنه وقت مفهوم. هسه عندي مثال تطبيقي. إحنا قلنا الغرض إحنا هسه كله بالتطبيقات مال من؟ مال ال differential equation ومال implicit function بالذات. المثال شو يقول؟ ست الرسم هم داخل بالامتحان؟ نعم عيني. بالسؤال. الرسم هم داخل بالامتحان؟ كلها داخل. الرسم الرسم. لا لا الرسم ما داخل. أنا بس خليت الرسم حتى توضيح لكم، أبد مداخل. هسه عندنا هذا السؤال هو تطبيق الهندسة الكيميائية. هواية هسه تشوفون مثل بصف ثالث. Assume that the radius r and the height of the cone. cone قلنا شنو؟ مخروط. مخروط. r differentiable function of t and v. let the v be the volume of the cone. find the equation related dv over dt to the dr over dt and dh over dt. هذا السؤال يقول عندنا كون، أوجد تغير الفوليوم بالنسبة للتايم dv over dt، لأنه الحجم يتغير ويا الزمن. أنتوا إذا تشوفون لو نرسم هنا كون، الكون بيه حجم، الحجم مالته متكون من فوليوم. الفوليوم مال الكون إذا بيه سائل input أو output حسب السؤال ده يتغير ويا من؟ ويا الزمن. تغيره شي سب شنو يعتمد على من؟ يعتمد على القطر. القطر ده يتغير مال الكون، الارتفاع مال الكون ده يتغير. اذا تذكرون الرسم هيك ترسموه، فالارتفاع ويا القطر ده يتغير. عندي اني حجم الكون هو شنو؟ باي على 3 ار تربيع في اتش. هذا طبعا شنو لازم قانون تحفظون الرسم، حفظ تحفظون القانون قانون. تشوفون المحاضرات موجودة صفحة 52 آني راسمة يمكم الكون. شوفوا المي إذا ينزل يقل المي أو إذا يزداد الآر دا تتغير ويا الاتش. فهناش صار عندي implicit function، الآر تربيع non-linear ودا تدخل interaction، يعني تدخل التفاعل ويا الاتش.
فحتى اشتقه اشتق الطرف الايمن دي في اوفر دي تي لساني الثابت انزله افتح قوس الاول في مشتقه الثاني مشتقه الثاني هنا شنو دي اتش اوفر دي تي دي تي صح لان مشتقه الاتش شنو واحد زائدا 2 ار في دي اتش ار في اتش الثاني انزله مشتقة الـ R تربيع هي 2R في DR over DT مفهومة لو لا؟ زين أي معادلة مو كون أي معادلة أنا جايبتها بالامتحان أقول لكم اشتقوها بالنسبة للـ R يعني DV over DR من يقدر يساعدني بالحل؟ هو الناتج كله بعدين نقسمه على مشتقة الـ DR غلط أنا من أقول السؤال مشتقة الـ V بالنسبة للـ R معناتها الـ H ثابت هذا دا أقولكم مو كون نعطي أي معادلة رياضيات باي على 3 R تربيع في H مو كون ورايدة DV over DR من أقول DV over DR يعني الـ H شنو صارت ثابت ما قايل متغيرة قايل بالسؤال متغيرة لا ما قايل فبيجي حالة شو الصير باي على 3 رجاء كتبوها باي على 3 في اتش الباي على 3 ثابت والاتش ثابت في 2 ار دي ار على دي تي دي ار على دي ار يعني انا مو على دي تي انا ما جايبه على دي ار باو انا ما جايبه دي تي انا رايده دي في ست يعني نشتق داله واحده مو دالتين ضرب نشتق بس دي ار ممتاز هعيد السؤال بصورة غير ثانية رايدة دي في over دي اتش يعني أريد أشتق بالنسبة للـ H الـ R تربيع شبيهة ثابت ثابت يعني نطلعها نطلعها وي الباي على 3 في واحد الـ H مشتقتها واحد بس إذا أردنا دي في over دي تي وقال لنا بالسؤال الـ R function للـ T والـ H function للـ T بعد ذاكرها فلازم تكون الـ R تربيع متغير والـ H تربيع والـ H متغير وتكون تقدر بدالتين تكون implicit function متغيرين بيها لها عيدة مرة ثانية عندي بهذا السؤال كون الكون هو شنو مخروط كلكم تدرون المخروط بـ R و بـ H إذا بـ مي للنهاية R و H ارتفاع المي وقطر المي إذا فتحنا الصمام من جوا ايش راح يصير بالمي؟ راح يبدي ينزل من يبدي ينزل راح يصير الى قطر جديد و اتش جديده معناتها ال R وال H وال V دا يتغيرون ويا الزمن مفهوم يا عفي حبيبي هاي مين بيرسم اثنين طلابنا يعني اللي دا يتغير هو ال R وبنفس الوقت ال H فكل R دا تتغير ويا الزمن يصير هنا الى ان يصير صفر والاتش يصير صفر هسه احنا من اشتق بالنسبه للسؤال اللي عندنا هنا اشتق دي في اوفر دي تي واشتق دي اتش اوفر دي تي واشتق دي ار اوفر دي تي فاضطر اقول الاول في مشتقه الثاني زائدا الثاني في مشتقه الاول انا بهذا السؤال عندي متغيرين بس انا اعطيتكم سؤال خارجي قلت لكم رايدين هذا سؤال مو كون نعطيني هاي المعادله قايل لكم اريد تشتقوها مره v بالنسبه للR ومره v بالنسبه للH هسه v بالنسبه للR ايش راح يكون الH ثابت ثابت فاقول باي على 3 في H في 2R وماكو داعي اكتب dr over dr راح تنحذف زين dv over dH ايش راح اقول باي على 3 في R تربيع مشتقه الH واحد فهمتوا ماما يعني إذا اشتقنا بالنسبة للR دي R على منو دي أنا إذا ليش ما نكتب دي R على دي أت إذا اشتقنا بس بالنسبة للR ما أكتب دي تي لأنه أنا رايدة دي في أوفر دي تي أنا رايدة دي في أوفر دي R أو دي في أوفر دي أتش منين أجيب التي هو قايل لك بالسؤال اسم التي لا خلاص انت بيقوله بالسؤال هو اللي تنزله اذا طلب فانكشن للتي لازم تغير الار والاتش اذا طلب بس للاتش دي في اوفر دي اتش بس تغير الار اذا طلب
العفو بس تغير ال H. إذا طلب DV over DR بس تغير ال R. نروح على الصفحة اللي وراها صفحة 53 derivative. عفو عذوني لا أحكي شوية سريع لو زين يعني. ها؟ لا 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 طبيعي كلكم فاهمين. كم واحد كم طالب أكو يعني اليوم؟ 15. يوم عندنا derivative of trigonometric function. Trigonometric function الدوال المثلثية كلكم تعرفوها. I يساوي sin y مشتقتها cosine. cosine مشتقتها ناقص sin. tangent مشتقتها sec. cotangent مشتقتها cosine تربيع. اللي تبدي بالسي ناقص مشتقات. كوساين كوتانجنت كوسيكين صير ناقص. مثال نعطيني بالمثال اكس واي زائدا ساين واي يساوي صفر. من الملاحظة اللي احنا اخذناها الساين واي مو خطية والاكس والواي انتراكشن هو طبعا رايد رايد دي واي اوفر دي اكس. فشن حل بيا طريقة بالامبلسيت فانكشن يجي على الاكس والواي. احنا ايش رايدين؟ رايدين دي واي اوفر دي اكس بالسؤال. فاين دي واي اوفر دي اكس ما كاتب بس كاتب اكزامبل بس هو مبين. نجي على هذا الحد اكس واي الاول في مشتقة في مشتقة الثاني زائد الثاني في مشتقة الاول. مثل الاول ينزل اكس مشتقة الواي شنية؟ واحد دي واي دي اكس واحد في دي واي اوفر دي اكس. رجاء رجاء ثلاثة رجاء لا تنسون دي واي اوفر دي اكس. أكثر الطلاب حتى الأوائل ينسون دي واي أوفر دي إكس من السرعة مالتهم. هنا إيش لح يصير إكس في دي واي أوفر دي إكس زائدا الثاني ينزل في مشتقة الإكس إيش قد واحد في دي إكس على دي إكس تروح زائدا الساين واي شنو مشتقتها؟ كوساين هاي الغلطة كوساين واي على دي إكس في مشتقة الزاوية. نعم. مشتقة الزاوية هي واي في دي واي أوفر دي إكس. نعم. زين. ده نفترض هنا عندي كوساين واي تربيع. إيش لح تصير؟ كوساين واي تربيع في 2 واي في دي واي أوفر دي إكس. هم إيش يسوون؟ يكتبوا لي صحيح كوساين واي في 2 واي. وش ينسون؟ مشتق الدي واي على دي إكس. هسه خلوها ملاحظة كبيرة بالملاحظات. كل واي مشتقتها تشتقون الواي وتخلون بصفة دي واي اوفر دي اكس. خلوا دائرة على دي واي اوفر دي اكس. هسه عندنا هذا الحد وهذا الحد عامل مشترك اللي هو اكس زائد الكوساين واي بالمقام وتحلوها. مفهوم عيني؟ نعم. Find the slope. Find the slope of the line tangent to the curve y يساوي sin 5 at the point x يساوي pi على 3. Solution حل. مشتقة ال y هي شنية؟ dy over dx. طبعا هذه مو implicit function. ليش؟ لأنه ال y دالة خطية y أس واحد وما داخل interaction with x. فنحلها حل عادي y يساوي dy over dx اللي هو y فتحة يساوي 5 ساين أس أربعة لأنه هاي شو صير الساين إكس صير يو أس خمسة. نطبق يا معادلة بالملاحظات معادلة سبعة رقم سبعة عافية. واي أس إن شو يساوي؟ إن في العفو يو أس إن إن في يو أس إن ناقص واحد هي إن خمسة نزلت يو ساين إن ناقص واحد يعني خمسة ناقص واحد صارت أربعة في مشتقة اليو اللي هي مشتقة الساين كوساين اكس. كوساين اكس استنى اوجد هذا شنو هذا شو يمثل المشتقة مال اي على هذا الكيرف. احنا ايش نعطينا؟ نعطينا هاي النقطة هي باي يساوي 3 نعوض مكان الاكس باي على 3 هنا باي على 3 وهنا باي على 3 يطلع لكم الجواب. مفهوم عيني؟ مفهوم. سؤال الورا A body hanging from spring is a starch 5 units beyond the rest. من أقول beyond its rest. Rest يعني its T يساوي صفر. T خلوها ملاحظة. كل rest يعني T يساوي صفر. إحنا أخذناها البارحة بالتعجيل.
قايل هنا أنا عندي ناقض ومعلق به ثقل. بالبداية الـ T يساوي صفر، كان ارتفاع الناقض 5 يونت، 5 وحدات. هنا أنا كاتبها and released at time t يساوي صفر، يعني ليفهمكم الرست شنو معناتها. To bob up and down، السبرينج شي يصير بيه يصعد وينزل. Its position its position at any later time is s يساوي 5 cosine t. s المزاحة الإزاحة تساوي 5 cosine t. نابض معلق به ثقل at t يساوي صفر، كان النابض ارتفاع إزاحة مالته تساوي 5 يونت، 5 وحدات. وبعدين قال at any time الإزاحة تساوي 5 cosine t. سبب إحنا ينطيكم S ما ينطيكم at the rest 5 يونت، هاي أنا جبتها سنة من السنين نفس السؤال بس ما كاتبة هاي ال at the rest، دارد أشوف الطلاب فاهمين. فش نسوي؟ نابضكم بس ال S، خلي T يساوي، وقايلت لكم مش قد النابض الرست إيش قد النابض كانت إزاحته بالبداية T يساوي صفر، بس خلوا T يساوي صفر، كوساين الصفر إيش قد؟ 1 في 5، إذن S تساوي 5. ليش خلى يونت؟ لأنه ما خالي لكم وحدات، ممكن تكون سنتيمتر، ممكن تكون مل، ممكن تكون إنش، ممكن تكون فيت، ما أعرف أنا، بس كتبون يونت. أعيدها سنة من السنين نفس السؤال جبته بس ما خليت it's the rest position and the related to the time at t يساوي صفر 5، هاي الخمسة ما خليتها. إيش طالبة؟ طالبة هاي الخمسة، يعني كاتبة إيش قد الإزاحة، إيش قد الإس عندما t يساوي صفر. رأسنا أخلي t هنا أنا صفر، كوساين الصفر 1، إذا S يساوي 5 يونت. رايد بالسؤال what is the velocity and what is the acceleration. ال velocity شو يساوي؟ ال position هو 5 cosine t بالسؤال ناطي. الفيلوستي شو لح يصير؟ مشتقة الاس دي اس اوفر دي تي، مشتقتها شو لح يصير؟ 5 كوساين شنو مشتقته؟ سالب ساين، ناقص 5 سالب ساين، والخمسة تنزل. فش لح يصير عندي؟ ناقص 5 ساين تي تي. زين، واذا رايد الفيلوستي الاوكلوريشن، الاوكلوريشن هو مشتقة الفيلوستي، مشتقها مرة ثانية، ناقص 5 تنزل، والساين شنو مشتقتها؟ كوساين. نجي على الهوم وورك مطلوب من عندكم بس لح نحله على السريع. y يساوي ساين x على x، شلون هذا نحله؟ المقام تربيع الأول مشتقة الثاني ناقص الثاني مشتقة، بصي مشتقة المقام ناقص، هاي تعرفوها. أو يجي غير طالب يحله، x صاعدها فوق شو تصير؟ x ناقص 1 يحلها، حاصل ضرب دالتين، الأول في مشتقة الثاني، الثاني في مشتقة الأول. يجي هذا y يساوي 1 على sin x طريقتين، أما sin تربيع مشتقة البسط في المقام ناقصا مشتقة المقام في البسط، أو نرفع السين، ممتاز، نصعد يصير سالب sin x، يصير sin وناقص 1. هذا يشمل يا ملاحظة ملاحظة العفو رقم 8 اللي هي ناقصاً ساين أس ناقص الاثنين في مشتقة الساين هي كوساين. أعيدها، هذه صعدتها فوق شو صير؟ صار ساين أس ناقص 1، ساين أس ناقص 1 نشوف ملاحظات بثمانية، هي ناقص ان يعني ناقص 1، في ساين ان ناقص 1 يعني ناقص 1، ناقص 1 يصير ناقص الاثنين. في مشتقة اليو اللي هي مشتقة الساين شنو هي؟ هي كوساين. كوساين. استعدي مثال ثاني، y تربيع يساوي x تربيع زائدا sin x1، هذا شي مثل، هذا يمثل الانفينيت فانكشن، ايه اشتقاق من يجاوب 2 a 2 y مشتقة مال ال 2 y 2 y دي y دي x، ممتاز. 2 y dy over dx، ما نسيت dy over dx اللي كتبتوها كبيرة، يساوي x تربيع شنية 2 x 2 x x y شنو مشتقتها؟ cosine x في مشتقة الزاوية، الزاوية شنو مشتقتها؟ x dy على dy dy على dx، ممتاز، زائدا
زائد واي. زائد واي في كوساين الاكس. شنو واي في كوساين الاكس؟ منو هاي حصصات من ضرب دالتين ست حبيبتي. ساين اكس واي، الاكس واي هي الزاويه. هاي انت طبعا سؤالك كلش غلط، الطلاب يغلطون به هوايه، انتبهوا علي. راح يكون مشتقه الساين اكس واي هو شنو؟ مشتقه الساين كوساين اكس واي. خلاص معي من في مشتقه الزاويه. الزاويه شنو هي مشتقتها؟ مشتقه الاكس واي الاول في مشتقه الثاني، زائد الثاني في مشتقه الاول. الاول هو اكس، الواي مشتقتها دي واي اوفر دي اكس. دي واي على دي اكس. الواي ينزل مشتقة الاكس واي. فهمتي ماما؟ نعم فاين ذا سيكند ديريفيتيف. هذا كلش سهل، تشتقون مرتين. ديريفيتيف اوف انفرس ترايجونومتري 6 5 اكس زاوية. اي سيكند اي 5 اكس زاوية. ديريفيتيف اوف انفرس ترايجونومتريك فانكشن مشتقة الانفرس الساين، هذا مشتقة الانفرس كوساين، هذا هذا تحفظوه ماخذين عام لو لا ماخذين يمكن. مشتقة التان انفرس هذا الكوسيكند السيكند، هنا الناقص بس اللي تبدي بالسي. لاحظوا نفس الساين، لأن هو أحد خربطون بين الترايجومتريك والهايبربوليك فانكشن. الترايجومتريك هي الدوال المثلثية، فكلها اللي تبدي بالسي مشتقتها ناقص، والانفرس مشتقتها ناقص. مفهوم ماما؟ مفهوم عيني؟ مفهوم. شنو عيديها؟ مشتقة الساين والكوساين. مشتقة الكوساين هو شنو؟ ناقص ساين. قلنا كله اللي يبدي بالسي مشتقته سالف، والإنفيرس نانا باعوا هذا الإنفيرس، كله اللي يبدي بالسي هم مشتقته ناقص. هاي تحفظوها درخ كلش مهمة. هذه طبعا العام كنت أطلب اشتقاقها، بس هالسنة يعني برهن هذا يساوي اشتقاق هذا. بس هالسنة إذا رجعنا إن شاء الله يا ربي تعدي هالأزمة مال هالبلد، إذا عدت وعندي وقت نرجع للاشتقاق، إذا ما عندي ما لح نطي، لأنه أنا الاشتقاق بصف ثالث بالماجستير والدكتوراه ما يعنيني شيء، أنا بس النواتج تعنيني، بس صف أول ندرسها لأنه زيادة خبرة بالرياضيات. فهالسنة ملغات، هاي الخاطركم. واي يساوي مثال واي يساوي كوساين انفرس اكس على 2. اريد كلكم تفتحون الصفحه 54. فتحوها ماما؟ نعم فاتحيها. عافيه. الكوساين انفرس شنو قانونه؟ دي يو اوفر دي اكس على 1 ناقص نيو تربيع. اياته 1 ناقص نيو تربيع يعني 1 ناقصا x على 2 تربيع، صير x تربيع على 4 في du over dx. هذه مشتقتها. هنا مشتقة ال x على 2 نصف، في نصف. أعيدها. write dy over dx. أشوف القاعدة مالتنا، القواعد فوق موجودة. cosine inverse شنو مشتقة du over dx على 1 ناقص u تربيع. يعني 1 ناقص للزاوية x على 2 تربيع، صار x تربيع على 4، في مشتقة الزاوية هي نصف. هذا الجواب طلع. example أعقد مهم. هذا x cosecant inverse 1 على x زائدا 1 ناقص x تربيع. هذا الحد الثاني. نجي x في cosecant، هذا شيء مثل لي أول في مشتقة ضرب دالتين زائدا الثاني في مشتقة الأول. الأول نزل. الكوسيكنت رجعوا على قانون الكوسيكنت، أخير قانون لح يساوي لي ناقصا ديو أوفر دي إكس بالبسط، اللي هو شقيت أنا عندي هو 1 على إكس، مشتقة شنية 1 على إكس، تصير 1 على إكس ناقص 1 ناقص 1 على إكس تربيع. هاي خلوها على بالكم. في المقام شي يساوي لي وهذا 1 على X لأنه عندي U، هو قايل مطلق U 1 على X. هنا 1 على X ناقصا 1، هاي 1 على X تربيع ناقصا 1، هاي انتم كلها صلحوها، تصير 1 على X لأنه U تربيع ناقصا 1. مفهوم لو لا؟
هاي بيها تصريح. بعدين تربيع تربيع واحد على اكس تربيع واحد على اكس تربيع وبالقانون تربيع ناقصا واحد وفوق بالبسط عندي مشتقة الواحد على اكس تصير ناقصا واحد على اكس تربيع زائدا الثاني ينزل في مشتقة الاكس واحد زائدا هذا مشتقة هذا الحد هذا كلش سهل يصير واحد ناقصا اكس تربيع في نصف فنصف في واحد ناقصا اكس تربيع ناقص نصف في ناقصا اثنين اكس اللي هي مشتقة داخل اليو هاي تحلوها تبسطوها يطلع لي هذا الجواب اعيده اعيده لو لا واضح لو ما واضح لكل الطلاب رجاء واضح ها واضح بعد احسن عاشقين طلاب عافية تفهمون طلاب نعم نعم ايش كلكم عافية رجاء بعدكم 15 طالب لو نهزموا قطع صلي زين هسه عندي y يساوي tan inverse x ناقص 1 على x زائد 1 رجعوا للقوانين مال tan inverse الصفحه اللي قبلها tan inverse شنو قانونه هو du over dx على 1 زائد نيو تربيع واحد زائد نيو تربيع هاي هي اليو هذه نيو تربيع x ناقص 1 على x زائد 1 بين قوسين تربيع في du over dx يعني مشتقة الزاوية مشتقة الزاوية شلون نوجدها المقام تربيع المقام في مشتقة البسط شنو هي مشتقة البسط واحد ناقص 1 هاي غلطة ناقص 1 ناقصا مش الب... لا العفو في 1 واسفة ماكو غلطة x زائد 1 في 1 ناقصا x ناقص 1 في مشتقة المقام هاي زائد 1 هنا الغلطة هاي زائد 1 نحلها يطلع هذا الجواب أعيده التان انفرس شنو مشتقته هو du over dx على 1 زائد u سكوير اليو هي مية هاي x ناقص 1 فواحد زائدا هاي الزاوية هاي اليو تربيع نفتح قوس كبير مشتقة هذه شلح تصير المقام تربيع المقام في مشتقة البسط واحد ناقصا البسط في مشتقة المقام هم واحد هاي زائد نختصرها تطلع هذا الجواب سلاحظوا منا x ويا ال x راحت واحد ويا واحد اثنين هي اثنين على هذا homework find the derivative هاي عليكم من تسلموني الهوموركات بس هلا حنجيها على السريع نحلها y تربيع sin x 2y dy over dx في yes. sin x زائدا y تربيع في كوساين x يساوي y dy over dx مشتقتها ناقصا tan inverse للx ايش راح يساوي لي يساوي لي 1 على 1 زائدا x تربيع لانه tan inverse هو du over dx على 1 زائد u سكوير هذه كملناها هذه نفس الشيء هاي نشتقها كلش سهل اشتقاقها اما صعدون الx اس ناقص 2 فوق يصير حاصل ضرب دالتين أو المقام تربيع ونحلها زائد النصف سيكند أس ناقص واحد إكس على اثنين تطبيق مباشر للقانون نجي على الهايبربوليك فانكشن اللي هي شنية السنش كنش تنش كوتانش سيكنش كوتي شاي ما أعرف مشتقة السنش كنش كل هالمشتقات موجودة في بعض. أول ثلاثة موجب وآخر ثلاثة ثاني. كلها درخ. أنتوا لو كنتم فاتحين الجوجل كلاس روم أنا هاي نزلتها وكتبت عليها حفظ. هذه درخ. هذه مشتقة الساين كوساين كنتم ماخذيها بالسالس بس هاي جديدة عليكم. شوفوا لاحظوا أول ثلاثة موجب وآخر ثلاثة سالب. هناك شنو عندنا؟ هناك بس اللي تبدي بالسي سالب. وهي البقية نفس الشيء حفظوها كل الزين مثال إلها y يساوي tanh 1 زائد x تربيع التانش شنو مشتقته حسب القانون هو secant تربيع صح من هنا هذا tanh secant تربيع فهياته secant تربيع 1 زائد x تربيع هي مشتقة الزاوية 2x فيصير 2x secant تربيع
اكزامبل ثاني واي يساوي اكس في سيكنج اتش اكس تربيع. هنا الاول في مشتقة الثاني زائد الثاني في مشتقة الاول. عيبه السيكنج تربيع شنو مشتقتها؟ سيكنج تانجنت في مشتقة الاكس تربيع 2x. تلاحظون؟ نعم. طبعا السيكنج ناقص الناقص من جتي جتي من القانون هي سيكنج مشتقتها هي ناقص سيكنج تانجنت هي ناقص ناقص سيكنج تانجنت في 2x في الاكس هذه الاول في مشتقة الثاني اكو اكس وجتنا اكس مال مشتقة الزاوية صارت ناقصا 2x تربيع زائدا مشتقة الاول 1 في سيكنج تربيع. مفهوم عيني؟ مفهوم؟ دكتور سؤال. المحاضرات مع القسم الهندسة الكيميائية نفس المحاضرات مع بقية الأقسام لو تختلف؟ المفردات نفسها يعني هم لازم يدرسون كل شيء احنا درسناه بس كأمثلة وكل يعني طريقة عرض للمادة تختلف. يعني بتهم اللي ينطوها للطلاب يعني الأستاذ واحد على سكوير روت يو سكوير ناقص واحد واحد هذا الواحد على جذر يو تربيع هي الزاوية هياتها يو تربيع ناقص واحد في مشتقة الزاوية مشتقة السيكنت هو شنو؟ سيكنتان سيكنتان أعيده الكوتش كوتش إنفرس هو واحد على يو تربيع ناقص واحد في دي يو أوفر دي أكس يعني في مشتقة الزاوية الزاوية هنا عندنا سيكنت يعني هي اليو واحد على يو تربيع يعني سيكنت تربيع ناقص واحد في مشتقة السيكنت ما فيها بصف سادس أو خامس هي سيكنت تانجنت فالدي واي أوفر سيكنت ناقصا واحد هو شنية هي تان تان ويا تان راحت بقالي بس السيكنت أني لهنا درجة كاملة أمكن هاي الخطوة إضافية proof that هاي البروف اثنين تركوها هسه إذا بقالنا وقت نرجع لها هاي خاطركم لأنه ما عندنا وقت أني دا أركز بس على المادة المهمة بصف ثالث فالبروف بروف هب مهم هو بس إنكم كرياضيات طبعا هو هذا كلش مهم دي فكرة كلش حلوة بس كلنا نرجع لعافية ملاك أوراس تذكروني إذا إن شاء الله انحلت وعندنا وقت نرجع له. طلاب هسه عندنا أنتوا تعبتوا طبعا اليوم صار شقيت هسه الوقت أكمل نوقف دكتورة بعد بس عشرة لا هو أصلا صار له ساعة وعشر دقائق ساعة وعشر دقائق إيست هواي مشينا بالمادة لا والله ما هواي والله محاضرتنا باور حبيبي محاضرتنا وقت ساعتين دكتور الأسبوع الجاي قلنا ما ناخذ رياضيات لا ناخذ لا أنا أريد الأسبوع الجاي امتحان يعني لازم أكمل هاي المادة بالشرح فأنتوا المادة شو بقالنا بقالنا هاي اللين واللوغارتم وبقالي الأبليكيشن يعني مفيد محاضرة واحدة يعني اللي حد يصل حد دكتورة الامتحان إلى نهاية الليمت لا المول هذا التشابتر لحد يا صفحة يعني مفروض بقونا هسه احنا فينا صفحة 57 ايه اي ايش كده بقى بعد هواي دوباره بعدين الليم على قولت الدكتورة صفحة 64 وقف لي صفحة 64 64 امتحان زين هذا على الأسبوع الجاي لو البعدة لا احنا الأسبوع الجاي نسوي الامتحان تدري ليش؟ تدري؟ لأنه متحدد امتحانات النص السنة اللي حيسوي لكم في طريقة معينة امتحان الفصل الثاني لازم يكون بشهر رابع فأنا أريد أخلص المادة حتى تقدرون أراجع لكم قصدك امتحانات الكورس الأول الفصل الأول غير؟ الفصل الأول فإحنا نسوي امتحان كلش مزينين دي والامتحان الثاني اللي هو على جوجل كلاس روم كل الزينين وانتوا وعدتوني وخلينا الله بيناتنا ما فضش احنا نريد نسوي امتحان لاخ حتى نحذف امتحان الاول احتمال امتحان الاخ ما تجاوبون انا لازم انطي شانس لكم اسوي لكم امتحان رابع اذا ما جاوبت اسم الله ترى باوع والله من صالحنا طبعا على نصه واحده من اصالح الامتحان على الجوجل الله يكون بعونك بس انا كله على مرفع درجات سعيكم ليش ما تحذفين الدرجة اللي نصها مو أحسن؟
شلون احذفها؟ اني مطالبه عندكم، اني مطالبه عندي جدول اقدمه للجامعه، لازم عندكم اقل شيء. لا لا قصدي بالامتحان الثالث، يعني اذا سويت امتحان ثالث، يعني انا مثلا مو زين بالثاني بالامتحان الثاني على درجتي انت اخير قصدك، اني احذف اقل درجه. اي هذا هو كل الزيادات. طبعا ما اظلمك انت اذا مجاوب عندك امتحان الاول ماخذ 90 وامتحان الثاني ماخذ 50، احذف ال 50. اي سيدي رحم الله والديك. طبعا لا عشان ما ابني ما عندي مشكله يعني وياكم، انتم لازم تكون عندكم هالفكره زين. فهسه احتاج من عندكم محاضره الاخ. شو وقت ناخذها؟ نخليها على الخميس خلال هذا الاسبوع دكتوره؟ اي والله افضل دكتوره. يوم الخميس عندنا محاضره مبادئ، الجمعه دكتوره. لا عفوا دكتوره، وشو راح يكون الامتحان؟ عمود يكون وقت انه يعني نقرا نضبط امورنا الاسبوع الجاي. ما بقى هنا موضوع عن بقى لو ايش اسمه يعني تقدرين لحد يوم الثلاثاء الخميس نسوي الامتحان، الجمعه نسوي، ما عندي مشكله. تريدون يعني اسبوع الوراء ما عندي الثلاثاء مثل هيك يوم افضل حتى كيف. بنفس ال... حتى بنفس ترتيب الاوقات مال الامتحان ويا الطلاب بس ترتاح، حتى ليس بيها مضمون شوف هم الطلاب لانه انتم لسه موجودين تتابعون، بس اكو هواي طلاب متابعين. صح صح. انا ترى انا مشخص لذاك الامتحان عندي 24 بس انا خليت الله بيناتنا. ما اريد يعني والله كلها كل شيء اعرف صالح يا عرش يعني انا مو على مدرج يعني بعد ورا امتحان انا غير افضل اضبط المواد. بالنسبه لي ثق كلكم حساعدكم، كلكم حساعدكم، بس خلينا الله بيناتنا، فليش ننغش؟ اخذوا درجاتكم مثل ما هي واني اساعد. اللي كلش اللي مزينين اللي وقعوا انطيهم تشانس اسوي لهم امتحان كلش سهل. كل شيء هسه اليوم نتوقف لهنا لو نكمل هذا الدكتور حتى تكون محاضرة محاضرتنا القادمة قلنا